تجربة داعش أعطت درس للعراقيين ودروس للكثير من الذين كان يراهنون على العراق، إنه هذه التجربة هي زادت من وعي العراقيين على أنه الطائفية ليست هي الخيار الصح، الوطنية هي الخيار الصح. من طائفة معينة ساكنة محافظة معينة وهجرت منازلها وبيوتها وجوا من غير محافظات لتحريرها ولتحرير منازلهم وسكنهم وحافظوا عليهم واحتواهم، والمناطق الأخرى احتووا الناس المهجرة اللي طالعين من بيوتهم. طبعاً هاي بحد ذاتها هي اللحمة. يجب أن تكون هناك دفعة إيجابية باتجاه الخلاص، باتجاه السلام، باتجاه التكريس العيش المشترك، التعايش، كل هذه مفردات يجب أن تسود وأن تصبح قيم جديدة يستفيد منها الشعب العراقي، وأعتقد أنه استفاد منها إلى أقصى حد. هذا التنظيم نجح في الاحتلال، نجح في سرقة الثروات، نجح في عمله الإرهابي القدر، قتل الكثير من العراقيين، لكنه قطعاً لم ينجح في إصابة الروح الوطنية داخل العراقيين الشرفاء.